نحن موقفنا الواضح من أول يوم قلنا نحن عم نقول إنه بالواقع اللي نحن موجودين فيه واللي هلأ نحن ماشيين فيه بالسياسة برجع بقولك خارج الدستور، أي رئيس بده يجي اليوم بالبلد بده تلتين، ما في شيء اسمه رئيس ينتخب بالنص زائد واحد إلا إذا تم إذا صار في تسوية مثل ما البعض بيحكي انه بيأمن النصاب فلان وفلان بينتخب، هلا هذا كلام القوات اللبنانيه، هذا كلام ما بعرف اذا بيصير، بس انه بالمبدا العام بدك تلتين حضور الجلسه يضل مأمن للجلسه الثانيه تنتخبي رئيس، واضح؟ تنأمن نصاب التلتين للجلسه معناتها صار في توافق من الفريقين لحتى يصير فيه، لانه خلينا نقول اذا بنعتبر الثوره برا 14 اذار سابقا واعتبري نحن من ضمنهم مع الثوره ما بيجيبوا تلتين، و8 اذار ما بيجيبوا تلتين مع الثوره، اللي بيجيب تلتين هن 8 و14 سابقا جمعيهم مع بعضهم موالات ومعارضه، هلا ما بنعرف مين موالات معارضه، الكل واحد بسمي حاله موالات معارضه، بس بغض النظر هول الفريقين هن اللي بيجيبوا التلتين. طيب لحتى هول الفريقين يجيبوا التلتين يعني صار بدك توافق شبه عام لحتى تجيبي رئيس جمهوريه بالبلد. نحن من اول يوم كان موقفنا الاتي انه تجربه الدخول بمعركه انتخابيه ما بتؤدي الى تلتين، جربناها سنتين ونص بالاستحقاق السابق لرئاسة الجمهورية وما قدرنا وصلنا لمحل، بينا سنتين ونص آخر شيء بعد سنتين ونص انحكمنا بالتوافق بين الفريقين لحتى رحنا انتخبنا بوقتها الرئيس ميشيل عون رئيس جمهورية. نعم. طيب سؤال، أنت حطي حالك اليوم محلنا، هل نحن بنرجع على نفس التجربة؟ يعني نحن اليوم الاصطفاف داخل المجلس النيابي 50-60 من هون و 50-60 من هون، هو بيجيب رئيس جمهورية ولا التلاقي بين الفريقين هو اللي بيجيب رئيس جمهورية؟ أكيد التلاقي بين الفريقين هو اللي بيجيب رئيس جمهورية. جينا نحن من أول يوم قلنا ليش بدنا نفوت بالاصطفاف؟ شو بيفيد اليوم إذا أخذ ميشيل معوض 45 صوت أو أخذ 55 صوت؟ يعني دخلك انه حزب الله اذا اخذنا 55، هي النظريه اللي عم بيفاوضون عليها بعض الحلفاء انه لا اذا اخذ 55 ميشيل معوض بصير حزب الله بده يغير رايه، بصير يمكن بده يمشي معنا او بتصير شروط، بزيد الضغط. انا برايي انا بالنسبه لي ايه عم بقولوا لكم انه من المره الماضيه كان معنا 70 نائب، عم بقولوا لكم انه بنبين فريق متماسك اكثر وبيبطل حزب الله يعول عليكم انه باللحظه المناسبه رح تنتخبوا سليمان فرنجي. مين اللي قال اليوم انه نحن يعني بمساله حزب الله هو معول علينا؟ ما انه معول علينا بشيء حزب الله. استاذ هادي ايه طولي بالك طولي بالك، مين اللي قال لك معول علينا حزب الله؟ اول شيء نحن وليد البعريني، محمد سليمان، ايه؟ احمد رستم، سجي عطيه، احمد الخير، وعبد العزيز الصمد، ايه شو بهم؟ كلهم معروفين معولين عليهم السياسيه انه هن ايه لا انه هن بصوتوا لسليمان فرنجي. مش صحيح الكلام ابدا، هذا كلام عم بقول لك انا مش صحيح ومسؤول عن اللي عم بقول لك. بتربطنا علاقات بسليمان فرنجي، ايه بتربطنا علاقات بسليمان فرنجي، في علاقات نحن اولاد الشمال وعلاقاتنا كثير منيحه مع سليمان فرنجي، بس هيدا شيء إيه؟ لا هيدا شيء، وبالسياسه الموضوع موضوع اخر. نحن اليوم اذا ما صار في توافق على موضوع سليمان فرنجي، انا اساسا بقول لك سليمان فرنجي نفسه ما بتصور انه يعلن ترشيحه الا ما يكون عنده الى حد ما شبه توافق عربي عليه، لانه عارف سليمان فرنجي وغير سليمان فرنجي انه اليوم دخوله الى يعني مش دخوله اليوم يعني انتخابه رئيس جمهوريه بوجه العرب سيؤدي الى افشال العهد، وبالتالي انا بقول لك انه ما بتصور انه يقدموا على هيدي الخطوه بوجه العرب وبوجه هيدا الجو، المملكه العربيه السعوديه ايه بوجه العرب والمملكه العربيه السعوديه، نعم. وبالتالي والخليج العربي وبالتالي اليوم نحن حاسبين من محور حزب الله ضد الخليج العربي، اكيد نحن ما راح نكون بهذا الموقف. رح لك شو حاسبينكم؟ يلا حاسبينكم اذا ما حاسبين الصداقه، الصداقه موجوده، كل بتربطهم صداقه. ايه؟ عم يلعب على التناقضات، عم ينزل ورقه لبنان الجديد لحتى يتميز عن حزب الله ويقول للخليج وللحلفاء الاخرين او مش الحلفاء المقربين القوى الصديقه خلينا نسميها اللي هن القوات اللبنانيه واللي عم ينتخبوا ميشيل معوض، انه نحن ما بدنا نحط ميشيل معوض لانه ميشيل معوض انه خلص هالقد ما بيقدر يوصل للرئاسه، بس بنفس الوقت عم نحط لبنان الجديد لنتميز عن حزب الله. ومن ميلة تانية عم يحسبوكم أنه عم تحطوا لبنان الجديد بانتظار اكتمال المشهد حول سليمان فرنجي ووصول اللحظة المناسبة لحتى تحطوا سليمان فرنجي. إذا اكتمل المشهد حول اثنيناتهم حاسبينهم عظيم كتير منيح، إذا اثنيناتهم حاسبيننا بالنص هذا اللي بدنا إياه. إذا اكتمل المشهد
الدولة على سليمان فرنجية بننتخب سليمان فرنجية. وإذا اكتمل المشهد الدولي على غير سليمان فرنجية بمرشح مقتنعين فيه كمان ما عندنا مشكلة. نحن موقفنا واضح عم جاوبك. نحن ما عندنا مشكلة ننتخب سليمان إذا في توافق عام عليه. وقلنا هذا الكلام. سليمان فرنجية ب 65 صوت. إذا في توافق عام بدي ما عم جاوبك. إذا في توافق أنت يعني معناتها في ثلثين بده يتأمن يعني معناتها الفريقين مشتركين. يعني إذا القوات اللبنانية أمنوا نصاب الثلثين في مجلس يعني صار النواب. في توافق عام عليه عربي ودولي. ولا القوات اللبنانية ما راح يأمنوا هذا إذا صار في توافق عام عم جيوا بكلمة واضحة نعم. بغض النظر مين بده ينزله الورقة ومين بده يروح يأمن له الغطاء نعم. ويكون عامل ديل إنه ليك هلا أنت نحن ما راح ننتخبك بس بعدين نتعاون معك هذا كله لعب سياسي برأيك القوات معقول توصل هذا كله المرحلة في حال وجدها بديك تسأليهم هذا لعب سياسي ما بديك تسأليهم ما بعرف رأيي ما بعرف عمل إذا بدي أحمله ولا لا هني بيقولوا لا يمكن بعدين يقولوا ما بعرف شو يصير بس أنا عم جيوا بكيه نحن ما عندنا مشكل شخصي مع سليمان فرنجية ولكن نحن اكيد ما يحسبنا حزب الله من ضمن العد تبعه بوجه العرب وبوجه هيدا الجو كله سوا اللي نحن بنعتبر انه مصلحه لبنان فيه نحن مش انه والله لنا مصلحه شخصيه مع المملكه العربيه السعوديه او مع الخليج العربي نحن بنشوف مصلحه بلدنا نعم. انه ما يكون في عنده اليوم لا رئيس جمهوريه ولا رئيس حكومي بوجه العرب نعم. وبالتالي نحن اذا بدنا نفوت بمعركه بوجه العرب نحن ما لنا فيها اما إذا اليوم بده يصير في توافق على هذا الموضوع وكل الناس تمشي الفريقين يمشوا وقفت علينا بس ما يحسبونا مثل ما هني عم بيفكروا هيك أما مسألة نحن ميشيل معوض اللي سألتيني عنها أنا قلت إذا اليوم نحن أصواتنا هي بتوصل ميشيل معوض ليعمل رئيس جمهورية على 65 صوت وبيتم فيه تأمين نصاب للجلسة إيه نحن بننتخبه كمان لميشيل معوض وبالتالي نحن ما عندنا مشكل بهذا الموضوع نحن المهم موقفنا بلش من أول يوم هو الآتي اسمعيني كثير منيح مشان ما حدا يحلل لانه كثير سمعت تحليلات على موقف الاعتدال صحيح نحن الجو العام تبعنا هو جو مع الجو انه يكون في يعني اكيد منه بجو حزب الله لا من قريب ولا من بعيد بلشي من هون نعم. منه بهذا الجو لا من قريب ولا من بعيد نحن الجو تبعنا هو جو مع الانفتاح على الخليج العربي ومع هذا الجو اللي كلنا سوا متفقين عليه نعم. بمساله التصويت الداخلي قلنا نحن إذا عندنا احنا أمام احتمالين أما مروح نصوت مع ميشيل معوض من أول يوم يعني معناتها مع فريق إذا بدك القوات واللقاء و14 أدار سابقا وعمليا ما بقى نقدر نلعب أي دور جسر تواصل مع بقية الفرقاء أو منجي منعطي الأصوات السبعة ثمانية العشرة مع بعض الحلفاء اللي عم بينسقوا معنا هيدي منحط هيدي الأصوات ب شيء اسمه لبنان الجديد او يعني اول شيء عم ننتخب هذا اتفقنا على هذا التميز اذا بدك لحتى نضل نقدر نحكي مع الفريق الثاني اللي هو فريق الرئيس بري والفريق الاخر واليوم نحن بصراحه على تواصل دائم مع الرئيس بري بشكل اساسي من الفريق الاخر لحتى نشوف كيف فينا نضل نلعب جسر تواصل وعبور تنقدر ننتخب رئيس جمهوريه بالثلثين لانه نحن قناعاتنا بهذا التفسير اللي نحن ماشيين فيه لن ينتخب رئيس بالبلد الا بالثلثين وبالتالي مش معناتها موقفنا نحن بدنا نسير فيه حزب الله لا نحن موقفنا بدنا نعطي لحالنا دور نقدر نلعب دائما جسر التواصل وال بين الفريق الآخر والفريق اللي نحن وياه إذا بدك بالسياسة ملتقيين اللي هو فريق 14 أدار ولكن هون أنا بقول لك شغلة مثلا نحن تميزنا ووليد جملاط تميز عن موقف مثلا القوات والعونية كمان من الفريق الآخر التيار الوطني الحر رفضوا الحوار أنا بقول لك هذه غلطة كبيرة رفض الحوار شو أنا مش عم بقول لك الحوار بيوصل لنتيجة أكيدة ما في عنده أمل 5% يوصل لنتيجة لا. أنت بلا في عنده امل 5% ما عم بقول لك 95 5 بتعتقد انه اليوم حزب الله ويعني الثنائي اليوم نعم. مسكر باب النقاش بموضوع رئاسه الجمهوريه وهو يدعو الى الحوار انطلاقا من طيب عظيم تعالوا ننتخب سليمان فرنجية انا عظيم انا بروح على الحوار رح جاوبك بروح على الحوار اذا طلع قال لي ما عندك الا هذا الحل يا بتمشي على رايي يا ما في شيء بطلع بعلن انه الحوار فشل كرمال هذا الموضوع بس انا برفض من اول يوم اقعد انا وياكي انت يعني انا مختلف انا وياكي واذا ما بيمشي البلد الا ما نتفق جيتي انت دعيتيني تعال نقعد طيب. بقول لك ليكي انا ماني جاي لانه من اول يوم انا عارف انت بدك اندو تروب بقول لك لا انا ما انا هذه غلط بالنسبه لي انا بقول لك ليكي رح اجي اقعد انا وياكي وبشوف اذا لقيتك انت متمسكه بموقفك وما بتزيحي عنه بدك اياني انا امشي معك بطلع بعلن على الباب انتهى الحوار لانه اندو تروب كون فشلتك لإلك نعم. اما اليوم انا عند الرأي أنا ما روح اللي رفضوا الحوار هن اللي فشلوا الانتخاب الرئيس بعدين مين اللي رفض يعني بس الحوار بس مش بس انطلاقا من هون حتى انطلاقا من أنه رئيس جمهورية هو الذي يقوم بحوار وطني وليس رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس النواب نعمل يقوم بحوار داخل يا المؤسسات يا استاذ هادي داخل مجلس النواب لا هو دعا هو لا ما كان بعده بده يدعي لحوار
لحوار مع رؤساء الحزب. لا لا انا اللي كنا باللقاء انا كنت موجود بهذا اللقاء، وكان الكلام انه الدعوه بتكون بالمجلس النيابي وبيدعي رؤساء الاحزاب لانه هن المقررين. هي الحقيقه. طبعا نعم. اليوم بدك تجيبي مين؟ يعني اذا اليوم عند القوات اللبنانيه بدنا نجيب نائب هو يقرر عن القوات، او الدكتور جعجع اللي بيقرر؟